ودلوقتي ميعادنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة. وزارة التعليم العالي هتفتتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم. وكمان النهاردة بعثت فريق كرة اليد بنادي الزمالك هتتوجه لتونس علشان تخوض منافسات البطولة العربية. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم العالي أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من النهاردة والحد يوم الخميس الموافق 22/9. كمان النهاردة آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية مع استمرار أداء اختبارات القدرات لعام 2022. النهاردة هيتم استئناف العرض المسرحي فور إيعة لمدة 3 أيام متتالية بعد النجاح اللي حققه خلال عرضه الأسبوع اللي فات ضمن الأنشطة الصيفية لمعهد الفنون المسرحية. النهاردة هتتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك لتونس للمشاركة في البطولة العربية اللي هتقام في الفترة من 17 والحد 27 سبتمبر الجاري، ومن المفترض إنه فريق الزمالك هيبدأ مواجهته بالبطولة بمقابلة الترجي التونسي يوم السبت، وبعدها فريق الكويت الكويتي يوم الأحد.